طيب في تفاصيل اكتر وفي بقى صوت وصوره وبث حي من مقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي، لذلك اذهب مباشره على الهواء مباشره الى الزميل العزيز امير هشام موفد قناه النادي الاهلي من مقر الاقامه. مساء الخير يا امير. مساء الخير عليك يا محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وتحياتي لكل متابعي برنامج الترند. أيوة كده الفيو اتغير بقى ونعيش في أجواء البطولة معاك في اليوم الثالث. قول لي بقى الصورة عندك في كأس العالم للأندية، وإن شاء الله خلاص أيام أو ساعات بنتكلم في يومين ثلاثة بالكتير وأولى المباريات، طمن الناس وطمن كل الجمهور وآخر الجديد لديك. طيب يعني الامور يا محمد ماشيه بشكل جيد جدا، الاستعدادات مستمره بالنسبه للنادي الاهلي علشان اول مباراه للفريق في البطوله امام فريق الدحيل يوم الخميس المقبل باذن الله تعالى. يعني الكل هنا مركز، الكل واخد الامور بمحمل الجديه، ودي طبيعه النادي الاهلي وليه لا، خصوصا ان انت بتشارك في اهم بطوله للانديه وبطوله كاس العالم، فبالتالي عندك دوافع كتير قوي انك تقدم بطوله كبيره، دوافع كتيره جدا انك تحقق نتائج بيتمناها اكيد جمهور النادي الاهلي في كل مكان، خصوصا في ظل طبعا الايام اللي فاتت ومؤازره جماهير النادي الاهلي هنا في المونديال قبل المباراه، فكل دي دوافع وكل دي إيجابيات بالنسبة للعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني بقيادة مستر بيتسو موسيماني. الكل جاهز، الكل مستعد، أيام قليلة على انطلاق أول مباراة، لكن خليني أقول لك يا محمد أن برنامج الفريق ما بيتغيرش، خصوصا ان يعني ما فيش اي تحركات خارج مقر الاقامه، زي ما احنا عارفين فقاعه طبيه مشدده جدا 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 سواء انت داخل مقر الاقامه او حتى وانت رايح ملعب التدريب بالنسبه لفريق النادي الاهلي، فبالتالي يعني الصبح كان الفطار بالنسبه للفريق، بعديه اللاعبين بيذهبوا لغرف الخاصه بيهم، بيبقى فيه زي جولة كده أو يعني ألعاب ترفيهية بالنسبة للاعبين عشان تخرجهم من حالة الملل. النهاردة كان في مسحة طبية بالنسبة للبعثة بالكامل، ودي مسحة كانت بناء على طلب النادي الأهلي تحديدا، وخصوصا بعد إصابة محمد مرجان بفيروس كورونا، فكان يعني حريصين على المزيد من الاطمئنان على افراد البعثه بالكامل. المفروض نتيجه البعثه هتخرج خلال ساعات قليله، او نتيجه طبعا المسحه تحديدا يعني هتخرج خلال ساعات قليله، نتمنى طبعا باذن الله ان الكل يكون سليم ومحدش يكون يعني مصاب بفيروس كورونا. الامور ماشيه بشكل جيد جدا. النهارده كمان خليني اقول لك يا محمد قبل ما تخش طبعا امير في باقي التفاصيل، التيشيرت الخاص بالنادي عايز اسالك على المسحه، هي بناء على طلب البعثة معنى كده ان لسه في مسحة تاني يوم الاربعاء قبل المباراة ب 24 ساعة، ولا كده هتكون المسحة النهائية قبل موعد مباراة الدحيل؟ لا، في مسحة تانية يا محمد يوم الاربعاء، دي تمام. المسحة الرئيسية اللي تحت اشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم هتكون يوم الاربعاء، وهي يوم الاربعاء يعني احنا مثلا متعودين في مصر ان المسحة 48 ساعة عشان عقبال ما النتيجة تطلع، لا في الحقيقة النتيجة هنا بتطلع يعني خلال 6 7 8 ساعات بالكتير قوي تكون نتيجة المسحة، فبالتالي المسحة الرئيسية هتكون يوم الأربعاء بإذن الله اللي هو بعد بكرة. دي المسحة اللي بناء عليها هيتم تحديد مين هيكون موجود في المباراة، مين مش هيكون موجود لا قدر الله، بإذن الله بإذن الله الكل يكون سليم إن شاء الله ومتواجد سواء كلاعبين وجهاز فني في الملعب أو كبعثة إعلامية في المدرجات يعني بإذن الله. ده فيما يتعلق بالمسحة، لكن خليني أرجع لك الخبر وانا قلته معاك امبارح في حلقه الترند، وهو كان طلب من الاتحاد الدولي لكره القدم من الكابتن محمود الخطيب تيشرت النادي الاهلي ممضي من الكابتن محمود الخطيب باعتباره طبعا اسطوره من اساطير كره القدم الافريقيه واسم كبير جدا في الكره الافريقيه، فبالتالي الطلب تم تلبيته النهارده بالتحديد من ساعه قبل دلوقتي يا محمد، الكابتن محمود الخطيب مضى ووقع على تيشرت النادي الاهلي عشان يكون متواجد في متحف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبالفعل تم تسليم التيشيرت ممضي من الكابتن محمود الخطيب لمسؤولي الاتحاد الدولي، وهيتم وضعه في المتحف، وده ان دل يدل على مدى قيمة يعني الكابتن محمود الخطيب بالطبع، يعني حاجة كبيرة كلاعب كرة واسطورة عظيمة في كرة القدم الافريقية في الحقيقة. يعني ده كان برضو من ضمن الامور الهامة اللي حصلت النهاردة. كان في كمان غدا بالنسبة للاعبين، اجتماعات مستمرة ما بين الجهاز الفني واللاعبين للحديث بشكل مستفيض عن فريق الدحيل القطري، نقاط القوة،
نقاط الضعف، المميزات والعيوب، هتتعامل ازاي، استراتيجيتك في المباراه دي هتكون ايه. ده كلها او دي كلها نقاط بيركز عليها مستر بيتسو موسيماني. بالمناسبه كمان امبارح كان في جلسة من الكابتن محمود الخطيب امبارح بالليل كده مع اللاعبين، اتكلم فيها عن مباراة الدحيل ومدى أهمية إسعاد جماهير النادي الأهلي، ان اللعيبة عليها يعني مسؤولية كبيرة جدا. وفي الحقيقة محمد انت اكيد عارف ان لعيبة النادي الأهلي دايما عارفين طالما هم موجودين جوه النادي الأهلي فالطموح ما بيقفش، والتمنيات والأحلام عند جمهور النادي الأهلي ما لهاش حدود. فاكيد اكيد لعيبه النادي الاهلي عندهم اصرار كبير ان هم يقدموا بطوله كبيره. ده برضو يخلينا نركز على جزئيه هامه جدا وهي مدى صعوبه المواجهات في بطوله كاس العالم للانديه بدايه من مباراه الدحيل باذن الله، وهي في حد ذاتها حمى البدايه زي ما بنقول كده، بتبقى دايما صعبه، مباراه قويه ويعني بتبقى فيها جوانب بدنيه وفنيه، خصوصا ان انت بتلعب فريق الدحيل ده فريق قوي جدا وعنده مميزات عديده ولاعيبه محترفين ممتازين وبطل الدوري قطري اخر يعني في 10 سنين واخد البطوله 7 مرات يعني. فده اللي يدل على مدى قوه هذا الفريق ومدى التطور اللي بيحصل له يعني. فبالتالي التوفيق باذن الله يكون حليف النادي الاهلي في هذه المباراه النهارده. بعد بالظبط يعني ساعتين من دلوقتي هيكون مران النادي الاهلي الثالث هنا، واللي هيستعد من خلاله او هيستمر من خلاله في الاستعداد لمباراه الدحيل. مران النهارده خليني اقول لك كده قبل المران يا محمد بعض الكواليس وبعض يعني الاخبار المهمه تمام. جدا وهو فيما يتعلق باصابات الفريق. فيما يتعلق باصابات الفريق النهارده محمد هاني بالظبط هيعمل يعني بعض التدريبات في الفقرة الأولى من مران النادي الأهلي، تدريبات الإحماء مع اللاعبين، بعض تدريبات الكرة الخفيفة تمهيدا لمشاركته بإذن الله تعالى في بشكل كامل بجميع فقراته. حالة محمد هاني مطمئنة جدا، يعني في تفاؤل كبير بلحقه في أو بمباراة الدحيل كعنصر أساسي في تشكيل النادي الأهلي. تفاؤل كبير جدا موجود عند الجهاز الطبي، الجهاز الفني، وعند اللاعب نفسه. ده فيما يتعلق بمحمد هاني. بخصوص حسين الشحات، حسين الشحات بنسبة كبيرة هنروح ونشوف النهاردة في الملعب إن شاء الله بعد ساعتين أو ساعتين ونص، نسبة كبيرة هيكون متواجد في التمرين ككل الله. كل الفقرات هيشارك فيها باذن الله تعالى. اخبار مبشره الا اذا لا قدر الله حس ببعض الالام او عودته بعض الالام في العضله الخفيه، لكن لحد اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي يا محمد حسين ما فيش اي مشكله عنده وبنسبه كبيره جدا هيشارك في المران الخاص بفريق النادي الاهلي النهارده. يعني اخبار كلها مبشره وتدعو للتفاؤل قبل الله. ايام قليله من انطلاق بطوله كاس العالم للانديه باذن الله يا محمد. طيب سؤال اخير يا امير، عايز اعرف الفريق هل بيكتفي بالتدريب بس في احدى ملاعب التدريب اللي الاهلي هيفضل يتمرن عليه لغايه ميعاد المباراه يوم الخميس اللي جاي، هل بيكتفي بالتدريب في الملعب ولا كمان بيتم استخدام صاله الجيمنيزيوم في فندق الاقامه؟ انا عارف ان الفيفا مخصص صاله للالعاب الرياضيه بالنسبه للفريق اذا احتاج الجهاز الفني يزود من معدلات اللياقه البدنيه او اذا احتاج ان يكون في تدريب خاص للعيبه او حتى استشفاء. طبعا تدريبات الجيمنيزيوم دي مفروغ منها، ده طبيعي بيبقى موجود في بعض الفقرات بالنسبه للاعبين في اوقات مختلفه على مدار اليوم، بخلاف طبعا مران النادي الاهلي اللي بيبقى على الملعب المخصص ليه. لكن تدريبات الجيمنيزيوم دي خاصه ببعض التقويات للعضلات طبقا طبعا لرؤيه المسؤولين او رؤيه الجهاز التاهيلي والجهاز الطبي وحاله كل لاعب ومدى احتياج كل لاعب للتدريب على بعض الاجهزه المعينه داخل صاله الجيم. فده أمر طبعا بيبقى موجود على مدار الأيام المختلفة كلها هنا للنادي الأهلي. في الحقيقة كمان يا محمد خلينا أقول لك أن الوصول بشكل مبكر كان حاجة إيجابية جدا بالنسبة للفريق عشان تاخد على أجواء، يعني جو برد بصراحة هنا، الدنيا ساعة شوية، بخلاف كمان أرضية الملعب، يعني ملعب التدريب بالتحديد احنا كل ده طبعا ما رحناش الملعب اللي حصل في المباراه، لكن ملعب التدريب الكواليتي بتاعته عاليه جدا، ملعب نجيله اكثر من رائعه، فالكوره بتجري شويه على النجيله، فكان مهم ان انت تاخد الحساسيه بتاعه الملاعب وجودتها هنا عشان تقدر تبقى خدت على الاجواء بشكل كامل يعني. فده كان امر مهم جدا وكان اختيار موفق ويعني قرار موفق ان النادي الاهلي يجي بشكل مبكر عشان يستعد خير استعداد
لمباراه الدحيل، المباراه الاولى في كاس العالم للانديه. كل التوفيق للنادي الاهلي اكيد باذن الله. اصرار كبير، انا عايز اطمن كل جماهير النادي الاهلي ان في اصرار كبير يا محمد عند اللاعبين، عند الجهاز الفني، كابتن محمود الخطيب كلامه الدائم مع اللاعبين، يعني الناس عايزه تعمل حاجه تسعد بيها جماهير النادي الاهلي اللي هي سعيده اوريدي طبعا بالفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا، لكن دايما بنبقى محتاجين تتويج لهذا المجهود. التتويج كان باللقب بتاع دوري ابطال افريقيا.